لو حضرتك فاضي وعاوز تفسح المدام وما عندكوش حاجة تعملوها في البيت ونازلين تقضوا وقت كده في الشارع، بلاش لما تطلع على الدائري او الطرق السريع انك تمشي اقل من السرعة وتقعد تتفسح وماشي ولا همك. ده سيناريو بنقابله على الطريق، حضرتك ممكن تسبب في حادثة. بتبقى انت فاضي ما عندكش اي حاجة تعملها، فبدل ما تشوف حاجة تشغلك بتنزل على الطريق وتتمشى بالعربية شوية، زي ما كل واحدة بتقول لما تيجي ناخد العربية تمشى شوية. فعشان تمشى شوية بتعمل ايه؟ حضرتك مبقاش وراك حاجة، فبتنزل تاخد الحارة الشمال وتمشي بيها، السرعة بتبقى 90 عليها وحضرتك ماشي 60 65 بالسرعة. حضرتك ماشي أدنى من السرعة المقررة على الطريق. أنت بتعمل إيه؟ أنت بتعوق حركة المرور. حضرتك لما تمشي بالسرعة دي 60 و70 في الحارة 90 وماشي متمخطر، فاللي ورا منك بيقلل سرعته برضه، بيبقى هو لو انت ماشي 70 او 80 هو بيبقى ماشي 70 او 65، واللي ورا منه برضه ما بيبقاش ماشي 70، هو بيبقى ماشي اقل منه 60 50 55، واللي بعد منه بتقل، لان كل ما انت عامل اعاقه للطريق وعامل اعاقه للسرعه فاللي ورا منك كلهم السرعه بقت بطيئه وحركه العربيات بقت بطيئه، عملت كثافه. هتأدي ايه الكثافه دي؟ لحوادث انت مش واخد بالك منها. فلو حضرتك فاضي ونازل تتفسح انت والمدام ومش عندكم حاجة تعملوها وبتتمشوا على الطريق، خليك في الحارة اليمين، بلاش تمشي في الحارة الشمال بسرعات قليلة. احترم موضوع انك اقل من السرعة المصرح بيها القانون، دي تعتد مخالفة واعاقة حركة السير. خليك دايما حريص، لو فاضي او مراكش حاجة او مش مستعجل عندك 3 حارات، واحدة 90، واحدة 80، واحدة 70، واحدة 60. لو ما وراكش حاجة خليك في 60 وامشي واحدة واحدة براحتك، مفيش أي مشكلة. ما تجيش في الحارة 90 وتمشي بيها 60 أو 50، ودي سيناريوهات كتيرة موجودة. لو حضرتك كبير في السن أو حضرتك كبيرة في السن أو معاكي أولاد شاغلينك، بلاش تمشي في الحارة 90 60 و55 و70، أنت كده بتعرضي نفسك للخطر وبتعرضي الناس للخطر، وأنت نفسك بتأدي لإعاقة حركة المرور. مع الكاميرات الجديدة انت لو انت ماشي اقل من السرعة، او حضرتك ماشي اقل من السرعة، او حضرتك كراجل كبير ماشي اقل من السرعة، هتاخد مخالفة. فخليك في اشارة المرور وخليك في الحارة المتبعة للسرعة المقررة، ده اصلح لينا جميعا. شكرا.